بعض النقط المهمة. ويعني طبعا انتوا عندكم شوية مشكلة في حكاية الامتحانات والتحضير والكلام ده، واحنا برضو عندنا في مشكلة تانية ان انتوا الحضور قليل، وبالتالي بنضطر ان احنا نعمل حاجتين. يا اما هنعمل شوك اكزام في وسط المحاضرة وهناخد عليه نمر غياب حضور، يا اما ان احنا هنضطر ان احنا نحط بعض الاسئلة في المحاضرة وهي دي اللي هنزلها في الامتحانات، وبالتالي هتكون هي دي المقيم بيها، مش الكتاب ولا المذاكرة ولا اي حاجة خالص، هيبقى المقيم الحضور. الهدف ليه من كده؟ احنا طبعا يعني مبدئيا احنا فاهمين انتوا ايه الهدف من قلة الحضور، ان عارفين ان في مشكلة. طبعا انتوا حاضرين، يعني مش احنا الكلام مش وجه ليكم، انتوا وجه اللي ما حضرش يعني. هو المشكلة اللي قبلنا طبعا ان يعني انتوا يمكن الطلبة كلها اتعودت على نظام الدروس، ونظام الدروس بيسهل حاجة كويسة ان هو بيمشي سيستماتيك. بتاع الصيانة بقى نشوف بتاع الصيانة دكتور احمد ماشي يا دكتور. السيستماتيك اللي احنا بنمشي عليه احنا بنحاول على قدر الامكان برضو ان احنا نمشي عليه، ولكن طريقة مختلفة. ويمكن هقول لكم كام حاجة كده ظريفة قبل ما نخش في المحاضرة بسرعة. عندكم 30 محاضرة اللي هما بتتقال دول، الحقيقة احنا بنصر انهم يكونوا 30 اقدم اساتذة عندنا في القسم. وحتى لما بيعتذر استاذ بيكون ما بينفعش يبعت حد مكانه مدرس او مدرس مساعد او استاذ مساعد، لازم بيعتذر لرئيس القسم، ورئيس القسم بيرشح حد من الاساتذه القدام للمحاضره دي. ليه الكلام ده؟ لان احنا فاهمين كويس قوي الجامعه تختلف عن المدرسه. الجامعه الحقيقه فيها حاجتين مهمين قوي. هو اول حاجه ان انت بتشوف الناس الفيجرز الكبار اللي انت ممكن تسمع عليهم في المستقبل، او ان هم موجودين فعلا بس يمكن الاعلام ما بيدهمش فرصه كافيه يعني ان هم يتعرفوا في المجتمع. احنا واحنا طلبه احنا شفنا الدكتور هاشم فؤاد، الدكتور احمد شفيق، الدكتور محمد ابو الغار، كل دول درسوا لنا وكنا بنحضر لهم ونسجل لهم، ويمكن المحاضره تبقى مكرره ونحضرها هنا ونحضرها هنا مع كذا استاذ، لكن ما ننساش ابدا ان احنا حضرنا مع الفيجرز الكبيره دي اللي اصبحت يعني اللي توفى واللي موجود لكن دول كانوا فيجرز في العلم، وكل واحد منهم انت بتكتسب حته في الشخصيه وحته في المهاره وحته في الكلينيكال سينس. عايز اقول لكم الدكتور الكويس ما هواش دكتور كتاب. عمر الدكتور اللي هيذاكر من كتاب هيبقى دكتور كويس، عمرها ما تحصل عمرها. انما اللي بيبقى دايما كويس هو اللي بيحضر بيسمع بيحصل تراكمات كلينيكال، في النهايه هي دي اللي بتؤدي الى الدكتور كويس. زي بالظبط الواحد ذوقه كويس واحد ذوقه وحش. هو ذوقه كويس بيجي منين؟ مش ان هو شاف حاجه حلوه مره واحده، انما شاف على مدى 20 سنه فاتت اشكال حلوه وديكورات حلوه وجميله، يبقى عنده بعد كده الاحساس التراكم المعرفي ده هو اللي بيدي في الاخر القصه بتاعه الكلينيكال سينس بالذات. انا بس حبيت اقول المقدمه دي يمكن تنقلوا لزمايلكم، لكن هي فعلا الحقيقه عمر ما في دكتور هيبقى كويس من غير الحضور ومن غير ما يتعامل كجامعه وليس مدرسه. احنا مش بنسقيكم العلم بمعلقه، انما الهدف هو ان انت تبحث عن العلم، وده الفرق بين طالب العلم. طالب العلم اسمه طالب علم، يعني هو اللي بيطلبه مش احنا اللي بنجبره علشان ياخد العلم ده. فطبعا كل ما الطالب بيبقى هو اللي طالب العلم كل ما هو يقدر يحصل باحسن قدره ممكن. النهارده هنتكلم على تكمله الموضوع اللارينكس، هنتكلم على تروما تو ذا لارينكس والانفلاميشنز اوف ذا لارينكس. الحقيقه اول حاجه نفتكر كده مع بعض ان اللارينكس دي طبعا هي المسؤوله عن الفويس برودكشن، وكلمه الفويس برودكشن مش مقصود الكلام، الكلام بيبقى فيه عندنا جزئين، جزء فويس برودكشن وجزء الايه ازاي how to develop these two language. ده محتاج brain، محتاج articulation من الماوس والطنج عشان نطلع الكلام. اللارينكس الحقيقه بنسميها صندوق مقفول كله من الكارتليجز، ويمكن انتوا خدتوا طبعا الكلام ده في الاناتومي مش هتكلم عليه كتير، لكن اللي يمكن الحاجه اللي يمكن تفتكروها هو اهم حاجه الثايرويد كارتليج اللي عامل زي الكتاب المقفول وله اتنين هورنز فوق سوبيريور هورنز،
وتحت الانفيريور هورس وده انتيريور اللي بسميها ادمز ابل، والفوكال كورس بتطلع من جواها على شكل تو ليجامنتس، والليجامنتس دول عليهم ممبرينز بنسميهم الفوكال فولز، ودول مش لازقين على الكوردز، فعشان كده عندنا فوكال فولز وفوكال كوردز. الفوكال فولز دي الميوكس ممبرين، وهو ده اللي بيخلي الصوت، علشان الهواء بيمر بيشفط الميوكس فولز دي، فتتحرك مع كل شفطه من الهواء تروح تعمل فايبريشن تقفل، فيحصل اوبستراكشن، يروح الهواء يديفلوب اكتر في التشست، يروح طلع اكتر، فيحصل الفوكال فولز بتتحرك رايحه جايه، طبعا دي بذبذبه عاليه قوي في الثانيه، تبتدي يحصل الفويس برودكشن. طب عشان يحصل الكلام ده وعندنا فيه مشكله صغيره، ان هو احنا بقينا قدام حاجتين، كل ما يكون الفوكال فولز بيتحركوا وبيقربوا لبعض هنقدر نطلع صوت، لكن كده ما نقدرش نتنفس، لان الهواء يخش ازاي وهو كل الهواء اللي داخل لنا على التراكيه جاي من اللارينكس. فمعنى كده ان انا لازم افتح الفوكال كورس، يبقى انا وقت ما هفتح الفوكال كورس هتنفس، لكن وقت ما هقفل الفوكال فورس هتكلم. فهتفضل عندي المشكله دي في الكلينيكال سنس اللي هتلاقيها، ان كل ما يبقى عندنا مشكله في الفوكال كورس او الفوكال فولز هتبقى عندي مشكله اختار مين، اختار نفس ولا هختار الايه الكلام. وعشان كده حتى في السيمتوماتولوجي بتاعت اللارينكس هتلاقي دايما مرادفين بنتكلم فيهم طول الوقت، اللي هما الهورسنس اللي هو ابيوز اوف فويس اللي بيؤدي الى الابنورماليتي اوف ساوند برودكشن، وفي نفس الوقت عندي الاسترايدور او الكتمة النفس نتيجة الاوبستراكشن بتاع الفوكال فولز. فيبقى انا عندي دول دايما مرادفين هتلاقيهم متقابلين في كل المواضيع اللي جاية. طبعا احنا examination of the larynx، طبعا احنا كان زمان بنستخدم posterior mirror او laryngeal mirror وبنستخدم الهيدلايت، دلوقتي يمكن الموضوع بقى احسن وفي عندنا اللارينجوسكوب اللي هو الفليكسيبل لارينجوسكوب، وده الحقيقة بقى سهل، بيخش من النوز وزاوت انستيزيا واقدر ابص على، لان هي الحته صعبه علشان اجيب الانجل بتاعه اللارينكس، ادي الابيجلوتس وادي اللارينكس كده، انا عايز اشوف اللي جوه ده، فيمتى هحط مرايه عشان اشوفها، يا اما ان انا هستخدم الفليكسيبل لارينجوسكوب عشان اقدر اشوف من جوه. النورمال لارينكس زي ما انتم شايفين هي في فوكال فولز، الفوكال فولز اللي عندنا بتبتدي من اللي قلنا الانتيريور اند بتاع ظهر الثايرويد كارتليج، وعندنا في التو فوكال فولز يمين وشمال، وهنا الاريتينويد اللي بارزين على الجناب، الحته دي عباره عن ميوكس ممبرين كفرنج الاري ابيجلوتيك فولد ما بين الاريتينويد وما بين الابيجلوتس، ده الابيجلوتس طبعا الكارتلاجينس اريا اللي طالعه بارزه، ودور الابيجلوتس هنا اساسا مش علشان بس يقفل اللارينكس وانا ببلع، لكن ده عشان دايفيرت الفود، اما نيجي ناكل الاكل ما يجي ما يدلقش جوه اللارينكس، يروح دايفيرتد على يمين وشمال ويخش لورا ويبتدي يعدي من الاسوفيكس. الانفانت دايما اللارينكس بتاعتهم بتفرق عن اللارينكس بتاعت الكبار، مش بس انها اصغر في الحجم، ولكن لها بعض الكرايتيريا هتهمنا قوي هنا بعد كده لما نتكلم على الانفلاميشن، انها فيري سوفت فبتورم بسرعه، انها ضيقه صغيره، ان الابيجلوتس كمان عامل زي الاوميجا شيب، ما هوش لسه فرد لسه مكتوم ضيق، فبنسميه اوميجا شيب. دول كلهم العوامل دي بتؤدي ان اللارينكس بتاعت الاطفال تفرق عن اللارينكس بتاعت الكبار، وهنتعامل معاها بطريقه تختلف كتير عن اما نشوف حد كبير من حد صغير. الحقيقه التروما لللارينكس احنا عندنا يمكن في تروما بتبقى احنا اللي بنعملها، ودي زي الجراحات وزي جراحه التراكيوتومي او تراكيوستومي، او ان احنا نعمل اندوتراكيال انتوبيشن، ودي يعني كل ما العلم بيتطور كل ما الحكايه دي بتزيد قوي عندنا. الاندوتراكيال انتوبيشن انتوا عارفين ان كل الناس اللي في الانتنسيف كير اللي بتحط على فنتليتور بنضطر نحط لهم تيوب عشان يتنفسوا منها. كل ما يكون العلم بيتطور والصحه بتتحسن، كل ما يكون عدد الناس اللي بتقعد في الانتنسيف كيرز بتكتر، كل ما يكون عدد الساعات والايام اللي بيقعدوها في الانتنسيف كير بتطول. يعني كان زمان اللي بيجي له ستروك يوم ولا يومين وبيموت، دلوقتي بيقعد بالاسبوعين ثلاثه وممكن يفوق. طب اللي هيفوق ده بعد اسبوعين ثلاثه حاطط اندوتراكيال تيوب وبيتعمل فنتليتور عشان يتنفس فيها وتنظم له القصه، ايه اللي هيحصل؟ وجود التيوب لفتره طويله جوه اللارينكس عشان تدخل الهواء بتعمل فايبروزيس وادهيجنز في الحته الضيقه من اللارينكس اللي تحت اللي هي سبجلوتيك اريا، فيبتدي يحصل عندي سبجلوتيك ستينوزيس، وللاسف سبجلوتيك ستينوزيس ده بيبقى صعب علاجه جدا وبيؤدي الى مشاكل ليتر اون كثيره قوي. فبالتالي احنا يعني احنا اللي بنعمل
القصه دي. عشان كده عندنا قاعده طبيه بتقول ايه، endotracheal intubation more than 7 to 10 days you must do tracheostomy، علشان ما نديش فرصه للايه للادهيجنز. طيب ما التراكيوسمي لها مشاكلها، ايوه بس ارحم من مشاكل السبجلوتيك ستنوز ليتر. الحاجه الثانيه الاندوسكوبس، جراحات الاندوسكوبس نفسها اللي احنا بنشتغلها ليزر اندوسكوبي وجراحات الليزر، بنبقى احنا مبسوطين بالليزر قوي بس ما ننساش انه بيعمل فايبروزيس وادهيجنز برضه. في نقطه بس مهمه عايز اقولها لكم غريبه شويه، كل اورجان في الجسم بيختلف عن حته في ثانيه. يعني النوز تتاز ان كلها بلاد فيسلز، تلمس النوز باي صوره من الصور تجيب دم. اللارينكس لها صفه برضه مخصوصه، تلمس اللارينكس تحصل فيها فايبروزيس وادهيجنز، مجرد لمسه اي حكه في اللارينكس، عملت جراحه عملت اي حاجه بيحصل سيفير فايبروزيس وادهيجنز وتقفل اللارينكس بعد كده وتسبب لي سترايدور ليتر اون. يبقى اللارينكس لو هتلعب فيها خد بالك، لو ما كنتش كونسرفاتيف هتلاقي دايما ليتر اون في فايبروزيس وادهيجنز. طبعا الجان جوت او الستاب وونز او الحاجات دي كلها طبعا احنا يعني، والكار اكسيدنتس والاسترانجوليشنز طبعا، الحاجات دي زادت قوي 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 من يوم 25 يناير. احنا عندنا كمية الحالات دلوقتي في المستشفيات اللي بقى لها 4 سنين عندها مأساة من حوادث الموتوسيكلات، الموتوسيكلات زادت قوي في مصر، ويمكن وبتعرفين اوحش حاجة في الموتوسيكلات هي الحوادث بتاعتها، لان الحادثة بتاعت الموتوسيكل دايما بيكون انه ما بيجي يخبط هو بيتنطر من الموتوسيكل فبيطير براسه فبيخبط في ازاز العربية اللي قدامه واللي وراه، ودايما الخبطة بتكون يا يعني مثلا جاية في الهاد يا جاية في الرقبة. فكتير قوي بتشوف دلوقتي الفراكشرز بتاعت التراكيه والفراكشرز اللي في اللارينكس، والحالات دي حتى طبعا في كان جان شوت طبعا كتيره جدا في فتره برضو الاولانيه في اوائل الثوره. الحقيقه كميه الحالات دي لحد النهارده احنا بنعاني من حالات كتير بقت كرونيك وبنشوفها كتير في المستشفيات وفي العيادات وبالالاف، يعني مش حالات بقول واحد واثنين، ده بالالاف. فده اي حراك مجتمعي طبعا بيكون فيه عنف بيكون بيؤدي الى القصه دي. الحاجه الثانيه التحسن، وده الغريب جدا ان مع انهيار الاقتصاد الرهيب، لكن احنا طبعا عارفين ان في كل المناطق الشعبيه حصل تحسن اقتصادي غير طبيعي، وكلهم ركبوا موتوسيكلات، اللي ما كانوش ماشيين على رجليهم كلهم معاهم موبايلات من احدث ما يكون. طبعا ده عمل ايه؟ حوادث الموتوسيكلات كترت، لان اللي ركب الموتوسيكلات ما كانش مؤهل كفايه انه يركب موتوسيكل. طبعا احنا عارفين انه لازم الهلمت خوزة اللي كان ملتزمين بيها ما بقاش حد ملتزم بيها، فبالتالي حوادث كلها بتبقى هذه المشكلة. اللي أنا عايز أقوله بقى، انت دورك ايه؟ وده دايما اللي بنركز عليه قوي، ان انت يعني مستقبلا انت اللي هتقعد في الاستقبال قريب جدا، يعني يمكن مش عايز اقول سنة ولا اتنين هتلاقي نفسك قاعد في الاستقبال. طب لما انا هقعد في الاستقبال هقابل ايه؟ انت اول واحد هيقابل هذه الحوادث. يعني دايما بنقول الامرجنسيز بتبقى مهمه قوي ان انتوا تبقى عندكم باك جراوند عليها، وانت تفهم من كلامي ان لما اجي لك سؤال في الامتحان هركز على ايه. حاجات الامرجنسيز انا ما يهمنيش انك تعرف الاكوستيك نيوروما بتتشال ازاي، ولا يهمني الكانسر لارينكس ان انت هتعملها ايه ولا هتعرف ايه. انا كل اللي عايزه تعرف ان في سترايدر، بيجي لك حاله سترايدر في العياده، واحد مخبوط خبطه او بوكس او حادثه، او هتعمل ايه، هتلحق تعمل ايه لحد ما يجي النايب حتى. فده الكلام اللي احنا عايزين نوصل له. فهتلاقي دايما فكر بالاسلوب ده، لو انت عايز تقرا الامتحان او تقرا التقييم بتاعك يبقى لازم تعرف ان احنا بنفكر معاك ازاي. احنا عاوزين منك ايه؟ عاوزين منك الامرجنس، ده اهم حاجه عندنا، والبيزكس الاساسيات كلها، انك تعرف ايه الفرق بين اللارينكس بتاعت اطفال من كبار ليه، عشان هتشوف اللي جاي. فعندنا اول حاجه العينين دول، سواء ان كان عندنا سيرجيكال تروما، اكسيدنتال تروما، فيزيكال تروما، احنا عندنا الراديو ثيرابي دلوقتي بقى كتير قوي لان العينين بقوا يعيشوا احسن بالنسبه للناس اللي عندهم كانسر ثايرويد ولا كانسر حتى ليمف نودز زي الهودجكن او غيره والنون هودجكن والليمفومز، فكل دول بقوا يعيشوا. الكيميكالز زي الكروسيفز والاريتانت فيومز، يمكن الحرب الكيماويه بتسمعوا عنها دلوقتي، وحالات كتير جالنا من سوريا مثلا كتيره محروقين من الفيومز بتاعت الكيميكالز، وبنشوف الحالات دي كتير برضو عندنا. طب العيان جالي العياده او جالي لي هيجي الاستقبال هيجي بشكله ايه؟ على حسب طبعا، اول كلمه تقولها على حسب السيفيريتي اوف ذا تروما. ما هو ممكن واحد ياخد بنيه كده يحصل فيشر فراكشر بسيط ويجي لك مخنوق هو متضايق بتاع، لكن ما عندوش مشكله كبيره. على عكس في واحد حادثه ومتقطع وجاي باللارنكس مش موجوده. انا اذكر حاله بقى في وسط الكلام ده يعني سريعه، لسه كانت حاله عندنا قريب، عيان بيشتغل بتاع رخام
بيقطع بالصاروخ بتاع الرخام ده. فكان بيشتغل في قطر في القاعده الامريكيه, وبعدين وهو بيقطع طارت القرصه بتاعت اللي بيقطع بيها طارت, وبالظبط جت نشنت انها تقطع رقبته من فوق لتحت. اتفتح الكاروتيد باللارينكس بكله اتقطع. فلولا ان هو كان في وجود قريب من المستشفى اتنقل بسرعه, عملوا له لايجيشن للكاروتيد وعملوا له انستموزس. انما المشكله كلها ان اللارينكس حطوا له ستنت وسابوه. طبعا وده دور الامرجنسي, انت الامرجنسي مش لازم تصلح كل حاجه, ده حقيقي يعني مش مطلوب كده. المهم رجع مصر, فكان مشكلته هنا ان هو جاي بتيوب مش عارف يعيش ازاي. هو عايش الحمد لله يعني ده مبدئيا يعني. طيب جه هنعمل له ايه؟ فالحقيقه كان المشكله اللي جايلنا بيها ان كانت اللارينكس مقطعه حتت, مفيش حته سليمه في اللارينكس, وكانت عباره عن محطوط تيوب كده وبقيه الكارتلج كله مقطع حواليها. فقعدنا نعمل ريكونستراكشن لللارينكس عليها, وكان المشكله ان كان بيبقى عنده فايبروزس وادهيجنز كل شويه, نقعد نعمل له دايلاتيشنز وبتاع عشان نقدر نشيل له تراكيوسمي ويقدر يتنفس بعد كده طبيعي ويتكلم طبيعي. دي من ضمن التروما اللي ممكن تقابلك, بس صدفه يعني دي طبعا كانت بتؤدي الى الحياه ان افقدها, لكن ده اتلحق علشان الكاروتيد مش علشان اللارينكس, لان اللارينكس على طول اسرع حاجه هتعملها هو الاندو تراكيال انتيوبيشن. طبعا المانيفيستيشنز انا مش هقعد اتكلم فيها, لكن اللي يهمني قوي الشق. فكر الحاجات الامرجنسي ده ان انت بتشوف العيان مخنوق وعنده سترايدر لكن ده بينزف, يبقى عنده شق, يبقى لازم تعمل مانجمنت على بعض. يعني يمكن لسه كنا بنتكلم على سؤال بنتكلم عليه سيكندري هيموريدج افتر تونسيلكتومي افتر 6 دايز مثلا. الكل بيجاوب بيتكلم على ازاي اعالج الحاله, ما فكرش خالص العيان. يعني العيان ده ما يموت, ما لو جالك شوك وانت ما صلحتهاش هيموت, انت لسه هتدخله العمليات ما هو مش هيبنج اصلا. لو انت ما لحقتش الشوك يبقى انا مش هلحق ابنجه. فدي لازم تبقى انت مخك بيفكر ازاي ان انت بيجيلك امرجنسي, مش بس ان انت تقرا كتاب وتحفظه, لا فكر العيان ده جاي بشوك. فبرضه نفس العيانين التروما هنا بيبقى ممكن يكون جاي بشوك. طبعا انا مش هتكلم على تفاصيل كتير اللي موجوده, لكن في حته مهمه في الساينس حاجه اسمها كريبيبس. الحقيقه موجوده في النوز وموجوده في اللارينكس. لو انت ضغطت على اي فراكشر نوز وبتبدا منها مانيبيوليشن وهي البون مش ماسك في بعضه, هيبقى زي الاي كراكنج, زي بالظبط بتاعه البيضه وانت بتضغط عليها بتعمل صوت كراك وانت بتضغط. نفس الكلام على اللارينكس. عايز تعرف اللارينكس مكسوره ولا لا, تقدر تضغط, فما تضغطش كده, دي الضغطه دي تخرج العيان. تضغط على جنب, شوف اي حته في الكارتلج على جنب, اذا كان مكسوره هيحصل كراكنج ساوندز, هتعرف على طول في الساينز ده في فراكشر من غير ما تعمل لا سي تي ولا اكس راي ولا اي حاجه خالص. التريتمنت طبعا التراكيوسمي والاندوتراكيال انتوبيشن. التراكيوسمي بتاخد وقت عشان تتحضر. كان برضو اذكر كلمه على التراكيوسمي, الدكتور هاشم فضل الله يرحمه كان دايما يقول لنا يا جماعه ما تستعجلش قوي في التراكيوسمي للدرجه دي. الكلمه دي كانت بتفكرنا دايما بحوادث بتحصل عندنا في الاستقبال, ان احنا كنا متاثرين جدا في الفتره الثمانينات بان احنا نبقى مستعجلين قوي نعمل تراكيوسمي العيان في سيفير سترايدر. فكان دكتور هاشم يقول ما تستعجلش, اتعقم وخش اوضه العمليات ودخل العيان حطه على السرير وادي له الانتيبيوتكس واشتغل. ده ايه الهدوء ده؟ يعني احنا كنا متخيلين الكلام ده كلام عبط يعني. فطبعا الحوادث اللي حصلت بعد كده كتيره قوي. ناس في الاستقبال فتحت بمشرط اللي بيفتحوا بيه الجراحه بتاعت الخراريج وفتحت على طول للعيان ونزف وانهيلد بلاد وبيموت من النيومونيا. اغلب العيانين دول بيموتوا. طب انت عملت ايه؟ يعني ايه الشطاره ان انت لحقت تفتح بسرعه وما جهزتش نفسك كفايه وما ظبطتش روحك في اوضه العمليات, العيان بيموت. في الوقت اللي كان دايما الكلمه تتقال هو العيان بتاع السترايدر ده هو جالك كده على طول؟ مش دي الحادثه حصلت في مثلا شارع مش عارف ايه وجت عربيه اسعاف وشالت العيان ويمكن قعد ربع ساعه مرمي في الارض وبعدين شالوه وبعدين جابوه, يعني بقى له ساعه. ما فرقتش الثلاث اربع دقائق بتوعك بتوع التحضير للتراكيوسمي, هم دول اللي هيموتوا العيان مش هيحيوا العيان. فده المهم قوي ان انت تحضر نفسك تحضير جيد. تاني حاجه في التروما الحقيقه الفورن بودي انهيليشن. الفورن بودي انهيليشن يمكن طبعا احنا يعني بنتخيل دايما تشيلدرن اطفال, وفي الكبار بتحصل. يعني انا لسه قريب عندنا واحده محجبه ودايما في حاجه كده عاده ما اعرفش ايه في حكايه الحجاب ان تحط الدبوس في بقها وهي بتلبس الحجاب, فيروح حد قايل لها نكته تروح ضحكه تروح الدبوس ايه انهيلد وتلاقيه راشق في الحجاره ومش عارفين يطلعه.
يعني طب ايه العقده دي؟ ما مش لازم نحطه بقنا، ما نحطه على اي حاجه جنبينا يعني. فالقصه دي معتاده وبنشوفها كتير قوي يعني، بقت كتيره قوي يعني، حاجه غريبه ان كلهم الدبابيس ومبتاع بلاستيكه دي اللي بتتحمل بيها. فيعني هقول لكم ازاي بنشيلها، بس رزله قوي. لكن في الاطفال هو الكومن طبعا، في الاطفال هم الانهيلد فورم بوديز. الحقيقه طبعا احنا دايما كنا نعلم زمان نقول يا جماعه الفورم بوديز دي انواع، ميتال او نون ميتال، او فيجيتابل او نون فيجيتابل، والفيجيتابلز دول انواع يا سوليد يا نون سوليد، مقصود بيها حاجه واحده بس عشان اللفه الكبيره بتاع زمان دي. هي الفكره ان في بعض الفورم بوديز لما تاخد ميه تورم، زي الفوله السودانيه، زي البندقه، زي اللوزه، زي مش تورم، فتلاقي تقف مكانها، لكن هي النهارده بتعد كده بقت قد كده بعد شويه، فالعيان اتخنت. فدايما لما بنبقى حته السوداني والحاجات اللي هي دي بنبقى قلقانين شويه على العيان، انك تبقى مستعجل سنه عن الهارد. يعني شوف الهارد اوبجكتس ما تخافش منها قوي زي الفيجيتابلز، عشان الحته دي بس. الانهيلد فورم بودي الحقيقه دايما بتروح على الرايت برونكس، يعني ده الغالب انها تعدي من اللارينكس حته ضيقه تروح معديه منها وداخله على الرايت برونكس، ولكن الاوحش هو انها تقف في اللارينكس. طبعا انها تقف في اللارينكس ده يعني معناها ايه؟ معناها ان فيري بيج ماس، يعني حاجه كبيره. برضو على القصه دي انا اذكر عيان طفل صغير، الام دخلت لها الاستقبال وانا كنت ايامها نايب، ودخلت وراحت حاطه الطفل، لقيته عباره عن كحلي ازرق تماما وميت ارستد، يعني جايبه لي وحطيته، وقالت الولد توفى وبتاع، وكان مش عارف بيلعب مع اولاد اصحابه ويعني مات، وراحت خارجه. منظر حد بيحط لك حد ميت ويجري، يعني في ايه يا جماعه؟ فابتدينا نبص على الطفل. طبعا هي في ميزه ان بيبقى الطفل ارستد بيبقى كله ريلاكسد. فالحقيقه بنبص على اللارينكس لقيت حاجه غريبه جدا، حاجه سودا سده اللارينكس. ايه السودة دي؟ وحاجة سودة وفيها شق في النص، ده ايه ده؟ فالمهم على طول يا جماعة بسرعة ادوني ايه الفورسبس بتاع اللارينكس، وانا ببص بالمنظار وبحاول اشد الحتة دي، مسكتها فعلا واشد ما بتطلعش. ايه اللي انا ماسكه ده؟ اشد ما بيطلعش. فابتديت احركها الفها، لقيتها بتلف معايا، قعدت الفها مسمار على وسطه كده ودخل في اللارينكس وقف على الحتة دي. اول ما شلت المسمار وعملنا انتراكاردياك ادرينالين ومساج، الطفل راح قايم على طول كان ما حصلش حاجه، وقعد يرجع لنا شويه كشري جمال وبتاع، والولد قام. الام سمعت الولد بيزعق بيصوت وبيعيط في الاوضه طالعه جري، مش مصدقه ان ابنها في حياه. فهو الفكره كلها ما تخضش، يعني هو الفورم بودي لما بيقفل اللارينكس بتبقى وحشه، لكن عايزه السرعه وعايزه ان انت تتدخل على اسرع وقت ممكن. السايت اوف امباكشن دايما بيكون يا بين الفوكال كورز، لان الاطفال فيهم عيب برضو، ودي نقطه نرجع نقولها لللارينكس بتاعت الاطفال. يحصل اول ما تلمس الفورم بودي الفوكال كورد يحصل سباسم، ربنا عامل سباسم، يروح قافل. هو قافل ليه؟ لانه متوقع ريفلكس، يعني ممكن يكون ده حته رزه حته حاجه في الاكل تروح جايه عايزه تخش اللارينكس، تروح الفوكال كورد قافل. في الاطفال الريفلكس ده اعلى من الكبار بكتير، فتلاقي اي حاجه تلمس هوب قفلت اللارينكس. فتلاقي ان انت حتى يعني انا وانا بشيل المسمار ده مثلا يشوف ارستد ويا دوبك بطلع المسمار بالعافيه، يعني ده كان معناها لو هو صاحي كان استحاله المسمار ده هيطلع، ده كان مقفول عليه برشم، فده كان عايز يتبنج عشان نعمل كده. فسبحان الله ان الارست دي هي اللي خلتنا نشيل المسمار. فخد بالك الاسبازم بيبقى فيري رابيدلي في الاطفال. المشكله الحقيقه في الحالات دي مش هي الحاله اللي بيجي لك بسترايدر وبالصوره اللي انت بتشيل فورم بودي، الاكثر من دول الحالات دي بتعدي وداوت نوتس. ليه؟ اوقات كتير قوي يروح الفورم بودي ده الطفل يكح كحتين ويروح انهيلد، دخل على الرايت برونكس هوب وقف في الرايت برونكس، الطفل كويس حكح كحتين وراحت الكح، الله. وبعدين جاي لك فين 3 4 اسابيع سيفير انفكشن وباس في اللنج وممكن ابسس وبتاع، وما انتش عارف حاجه ومفيش هيستوري اكتر من كحتين ثلاثه، ممكن حتى ما حدش كان واقف مع الطفل، ما نعرفش مين اللي حصل وايه اللي حصل، فيبتدي ميست. ده اوحش حاجه، وده اللي هتلاقيه في مستشفى بوريش طول النهار بيدخله في الليسته، يقول لك ايه برونكوسكوبي فور ساكشن اند ديتكشن اوف فورين بوديز، يعني طول النهار بيدخله عشان يدوروا على فورين بوديز، لان التشيست مش عايز يتحسن، بقى له اسبوعين ثلاثه بياخد علاج للتشيست ما بيتحسنش، يطلع فيه هيستوري اوف فورين بودي انهاليشن وعدى من اللارينكس. فاللي بيعدي ده اوحش وبيعمل ليتنت ستيج ويجي لك بعد كده بسيفير انفكشن. فما تنساش التشوكينج في الاطفال، الكحتين ثلاثة بتوع الأطفال وتروح، ما تاخدهاش كده إيه إنها حاجة عابرة،
اللي كحكح جامد قوي ده والام تقول لك ده فعلا ده جاله زي شرقه جامده قوي 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 وراح ايه راحت، فده ما تعدوهوش بسهوله، ده غالبا بيكون فورين بودي. الاوبستراكشن دايما بنتكلم على ان هو لو عمل اوبستراكشن هيعمل كومبليت كولابس، او اذا كان عامل انكومبليت اوبستراكشن فهيعمل انفيزيما في اللنج، ودي تقدر تعرفها على فكره بمجرد بالبركشن، تقدر تعرف اللنج مفتوحه او كولابسد. لو ضم ما بترنش يبقى ده معناها انها خلاص بقت كولابسد، يعني معناها فورين بودي ده قافل كومبليتلي. لو انها بتسمع قوي وترن وسعت اللنج قوي عن المجال اللي انت عارفه في الاناتومي يبقى معناها انها في انفيزيما. يعني طبعا بقى التريتمنت دي كلام كله ايه، نعمل برونكوسكوب والكلام ده، ده كلام متعارف عليه. الحاجه الثانية ان في اوقات بقى زي ما قلنا الميتال، والميتال ده اضطر تعمل برونكوسكوب وتشيلها، زي حته ازازه، زي حته دبوزه ما لسه بنحكي، او حشهم دبوس المشبك ده اللي بيقلب ويروح شابك في اللارينكس يعني عندنا، وشوكه السمكه والحاجات دي كلها بنلاقيها كتير قوي من الفورين بوديز اللي بتقابلنا في اللارينكس. دي بقى اللي خطيره اللي هي زي دي. البي نوت ده طبعا من اوحش حاجه انا بتورم وقت ما دخلت حجمها غير خالص بعد شويه، دبوس المشبك الحاجات دي كلها. ايه هو الهيملش مانوفر؟ هيملش مانوفر الحقيقه برضو كلنا لازم نعرفه، ازاي ما يبقى في طفل فيه في انهيلد فورين بودي وعمال يكحكح وانت لحقته في هذا الوقت، تمسكه المسكه دي من ورا وتمسكه وتجيبه على قدام وتقدر تقلبه او تحطه على رجل، على تقلبه كله تحطه على رجلك وتخبط على ظهره، ده علشان تطلع الفورين بودي. على فكره ياما ناس، يعني احنا لنا لسه زميل الحقيقه عنده حفيده كان بيدلعه، فجايب مانجا فص صغيره قوي بيبقى البذره بتاعتها بذره صغيره قوي، فحفيده عمال يلعب معاه واحد الاساتذه الكبار عندنا قوي في الانف والاذن، الولد هوب هوب انهيلد فورين بودي دخل على لارينكس قفلها، وهو معايا بيلعب معرفش يتصرف ازاي، ما جاش في باله اي حاجه خالص، شلل، بيجي لك شلل في الاول لحظه، بس اللحظه الثانيه هي بنته مش دكتوره فبتقول له ايه، بتقول له ما نقلبه، فابتدى يسترجع، الله ده في حاجه احنا بنعملها فعلا، فراح ابتدى فعلا قلبه ودبر على ظهره، الولد راح مطلع الايه المنجايه والحمد لله ربنا ستر وما ماتش. فيعني اهو ده المنظر الثاني، ان انت تحطه على رجليك وتروح دابب على ظهره لحد ما الفورين بودي يقع. دي طريقه سهله وفي البيت تقدر تعملها وفي الامرجنسي تقدر تقوم بيها. دايما بنلزق اللارينجال استينوزيس والسبلوتيك استينوزيس بموضوع تروما، لان زي ما قلت الاندوتراكيال انتيوبيشن دايما بيؤدي الى سبلوتيك استينوزيس، ودايما التروما تعمل لنا سبلوتيك استينوزيس. والسبلوتيك استينوزيس سواء اسبابه كتير جدا، لكن اللي انا عايز اقوله حاجه واحده، ان من اصعب الحاجات في علاجها. ليه؟ لان احنا كل ما نشيل الفايبروزيس يرجع تاني، لدرجه ان احنا اوقات نقطع بالليزر، ليزر اقل درجه من الفايبروزيس، نلاقي ان مجرد نقطع في اللارينكس عشان نوسعها تضيق تاني. طب ايه الحل؟ ايه اوقات تروح قاطعين حته، ناخد قطعتين كاملين وشالين اللي ما بينهم علشان ايه نوسع اللارينكس، وحط كمان بلاستيك او ماتيريال انرت ماتيريال عشان تمنع ان اللارينكس تقفل، بترجع تقفل تاني. بنستخدم تيوبز كتيره قوي اسمها تي تيوبز. يعني من اصعب الحاجات علاج السبلوتيك استينوزيس، مش من الحاجات السهله، ويمكن تسمعوا عن اللي عنده سبلوتيك استينوزيس تلاقي يقول لك ايه، والله انا عملت 13 عمليه 14 عمليه، كل مره بعمل حاجه وترجع كمان شويه، ويمكن دي من الحوادث كتير قوي اللي قعدوا باندوتراكيال انتيوبيشن فترات طويله. فدي من الحاجات يعني الحقيقه الماساه، وبتبقى صعب جدا المانجمنت علشان الريفايبروزيس بتاعتها. الاسترايدور دايما لما يكون، خد بالك من كلمه استرايدور، انسبيراتوري، كلمه استرايدور يعني انسبيراتوري كومبوننت، يعني العيان بيعمل ازاي؟ انسبيراتوري، كله انسبيراتوري. العيان اللي عنده بقى فورين بودي او سبروتيك استينوز او حاجه جوه اللارينكس دايما تلاقي عنده باي فيزيك، يعني بيعمل تلاقيه بيزق في الناحيتين، بيطلع نفس وبيدي نفس، فده تعرفه على طول ان ده حاجه سبجلوتيك مش جلوتيك، مش على الكورد، دي حاجه تحت الفوكال كورد عشان يعمل التزييق المرتين دول. فدي ممكن تشخص. شوفوا اللي انا عايز اقول لكم ايه، الكلينيكال سنس بيجي بالسماع والتدريب والشوف والكلام ده، يعني تراكمات تراكمات، انت وقتها ما هتشوف العيان هتفتكر، هتفتكر ده الدكتور كان قال لنا كذا كذا، ده غالبا سبجلوتيك ما هواش جلوتيك اوبستراكشن.
طبعا بنعرف السايس سينوز ازاي، بنصلحه بالدايركت لارينجوسكوب، نعمل تراكيوسمي اذا احتاجنا او لارينجو فيشر ونفتح ونوسع الايه اللاركس. الموضوع بقى الشيق اللي احنا بنقابله دايما لارينجايتس، والحقيقه سؤال كده هقوله بقى، يلا سؤال امتحانات دايما نسالكم سؤال كده نقول ايه، what is the most common causes of stridor in children. دايما اول حاجه طبعا تيجي في بالك انت بتذاكر، فبتذاكر اول حاجه ايه؟ كونجنت روماتيك ايه انفلاماتوري، فهتقول اول حاجه ايه؟ كونجنت. غلط. ها بس كده صح، هتقول الرجاس بس كده، بس كده ايه؟ ها طيب يبقى لازم نعرف انواع اللارنجايتس، لان انا اكيد عايز حاجه معينه صح ولا لا؟ يبقى مش بس تكفي اكيوت لارنجايتس، لكن هو صح لارنجايتس، اكيوت لارنجايتس از ذا كومنست كوز اوف اوبستراكشن ان تشيلدرن، ما هياش لا كونجنتال ولا تروماتيك ولا فورين بودي ولا كلام من ده خالص. بس طريقه المذاكره، وعشان كده بيقولوا في طريقتين في المذاكره، ان انت تذاكر حاجه اسمها سيستماتيك، سيستماتيك اللي هو زي الكتب، الكتب بتعمل عايز تسرد المعلومات، فتقول لك كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري ميسيدنيس مش عارف ايه، ده طريقه عشان تبقى المعلومه تبقى منظمه بطريقه معينه. احنا في الابلكيشن بتاعت الكلام ده احنا مش عايزين الكلام ده خالص، احنا عايزين نقول ايه بالكلينيكال سنس الكومنست اكتر ايه، عشان نقعد نركز معاك الكومنست اكتر ايه. عشان كده حتى لما نيجي يعني ندرس كل دول كتير قوي الكتب الكلاسيكيه تلاقي بديلها بالكونجنتال، احنا ما نكتبش بالكونجنتال خالص، نحاول نعرفك اكتر ان الانفلاماتوري اهم، لان هو ده اللي هيبقى اهم رقم واحد، عشان يقعد في دماغك ان ده الاهم مش الكونجنتال. تلاقي واحد اول ما تقول له سترايدور في الادلتس يقول لك ايه ايه كانسر لارينكس، وتلاقي كله مخه مشبع بالكانسر، لدرجه ان نلاقي ان لما نقول له بقى في الاطفال تطلع ايه كانسر لارينكس. تخيلوا ده الاجابه بتاعت الاسئله ده كتير، انا اجيب لكم الورق يعني الطلبه بتجاوب لنا كده، وات از ذا كومنست كوز ان سترايدر ان تشيلدرن كانسر لارينكس، لانه متعود ان ده هو اللي بيتقال رقم واحد، مش واخد باله بيدياتريك من كبار من صغيرين. اللارنجايتس انفلاميشن في اللارينكس له اسباب طبعا كتيره، الغريب مش بس انفكشن، وده اللي احنا دايما في مخنا كلمه انفلاميشن بنفكر دايما في انفكشن. خد بالك انفلاميشن از نوت انفكشن، وات از ذا ديفرنس بتوين انفلاميشن اند انفكشن؟ ايوه بالظبط كده، انفلاميشن از رياكشن، رياكشن لايه؟ وات ايفر بقى عايز تقول لي بوزيتيف، ده كان انفكشن كان تروما كان فيزيكال كان وات ايفر، انفلاميشن از رياكشن، يعني الانفلاميشن ده الرياكشن للحاجه الثانيه، لكن الانفكشن ده حاجه واحده اللي هو جاي بكتيريا فيرال زي ما هنتكلم. فعندنا من ضمن التروما اللي بتحصل في اللارينكس بقى مختلفه عن بقيه التروما الاخرين، اللي هي الابيوزف فويس، اللي زي حالاتي كده يقعد يزعق بغير ميكروفون مش عارف ايه، يجي له اللارينجايتس. خبطه الاحبال الصوتيه وانت بتتكلم انت بتقعد تقربهم من بعض، لو زعقت شويه بييجوا يخبطوا في بعض، بدل ما هم كانوا بييجوا يقربوا كده بالراحه يخبطوا في بعض، يبقى تروما حادثه. يحصل ايه؟ بليدنج تحت الميوكاس ممبرين، يحصل نزيف من كتر الخبط، يبتدي يحصل اورجانيزيشن للكلام ده ويتحول الى ايه؟ الى ممكن بقى نوديولز بوليباي اللي هنتكلم عليه. فيبقى الابيوز اوف فويس من ضمن التروما المهمه جدا في اللارينكس اللي بتسبب انفلاميشن اكتر من الانفكشن. يبقى دي نقطه مهمه عايزين نركز عليها ونحطها في ذهننا في التركيز. طبعا المغنيين المدرسين اكتر ناس بتستعمل الفويس برودكشن، هم اكتر ناس هتلاقي دايما عندهم، عشان كده حتى لما نيجي نتكلم سموا النوديولز اللي هنتكلم عليها اول حاجه سموها ايه؟ سينجرز نود، ويعني كلنا بنغني يعني، ما مين اللي بيغنوا دول؟ ده قليلين، احنا لو جينا في المجتمع كده كم واحد بيغني يعني مش كتير، انما هي مقصود بيها مش المغنيين خالص، مقصود بيها المدرسين واللي بيزعقوا وبتوع ماتشات الكوره اللي طول النهار بيزعق، واللي كل الناس اللي بتزعق، والستات في البيوت اللي بتصوت مع اولادها طول النهار، تلاقي يعني الصوات ما شاء الله في المذاكره عالي قوي. انا فاكر مره كان نور اتقطع عندنا في البيت، وكنت نازل من دور ال11 وايام ما كانت الانوار النور كهرباء اتقطع كل شويه، فنازل على السلم وفوجئت الناس بيذاكروا يعني بيذاكروا اولادهم، فكل واحد بقى جايب بطاريه والشمع والبتاع عشان يذاكروا لاولادهم. انا نازل سامع البيت كلها بتصوت، كل الستات بتصوت على اولادها، كلهم عيال مقريضه قد كده وهاري ماسكينهم عافقينهم عشان يذاكروا ويعملوا، من دول مقطوع والدنيا ودول ما فيش فايده راكبين فوق نفس العيال وبيصوتوا كلهم هيجي لهم لارنجايتس.
السموكينج طبعا السموكينج من الحاجات المهمه جدا. الناس بتاخدها على فكره بلايت يعني يقول لك ايه سموك جدا. انا جدي كان بيدخن 40 علبه سيجاره في اليوم كان عمره ما جرى له حاجه. انتوا بتقولوا تدخين ايه وبتاعك. الحقيقه انا عمر في حياتي ما شفت كانسر لاركس ما كانش مدخن. عمرها ما حصل. يعني شوف بنشوف في السنه مثلا 1000 واحد عمر على مدى مثلا حاجه و30 سنه عمري ما شفت حد كانسر لاركس ما كانش مدخن. فطبعا ابسطها يحصل كرونيك انفلاميشن في اللارينكس. ليه؟ انت متخيل الفوكال كورز عامله كده. اول حاجه الدخان اللي نازل ده هيترسب فين؟ على وش الفوكال كورز. النيكوتين ده هيترسب على وش الفوكال كورز. اول حاجه يحصل ايه؟ ما هو شيء بديهي. انا الميوكاس ممبرين بيدافع عن نفسه. انت لو دلوقتي جبت عامل بيشتغل بايده وعمال يشيل ويشيل يمسك فاس ويمسك تلاقي ايده ايه؟ يمسك ايده كده تلاقيها بقت عامله زي الجوانتي خشنه بتاع رهيبه. ليه بيحصل ده؟ عشان تتفاعل مع اللي انت بتعمله المجهود ده. تخيل اللاركس هتعمل ايه؟ نازل عليها نيكوتين كل يوم على وشها. الميوكاس ممبرين سكويموس سيل هيتحول الى ايه؟ بدل بقى سودو كلامنر سيجيت ابيثيليوم وسكويموس سيل على الفوكال كورز يتحولوا الى كله كراتيفايد بنسميه احنا كيراتينايزد سكويموس سيل ابيثيليوم. بعد الكيراتينايزيشن يحصل اتيبيكال تشينجز. من اتيبيكال تشينجز تتحول الى مالينجنت تشينجز. فده طبيعي ده رياكشن يعني بديهي ان لازم يحصل. يعني اللي هيدخن لازم هيكون مقابل له. طبعا يقول لك ايه اصل الشيشه غير السيجاره اصل مش عارف ايه. طبعا كلهم انيل من بعض. المهم نيجي للحاجه الثانيه غير السموكينج الانفكشن. بص هو كلمه نيجاتيف سموكر طبعا دي يعني فيها شيء من المبالغه الحقيقه لان هو مقصود بيها ايه؟ ان يعني خد بالك ان يعني انت مش معنى ان انت قاعد ما بتدخنش مش معنى كده ان انت ما بتسلمش من هذا الموضوع. لكن النيجاتيف سموكينج طبعا لو واحد بيشرب علبه سجاير وواحد جنبه في البيت يعني بيشرب له سيجارتين ثلاثه في اليوم ده المعنى. لكن لو اربع خمس علب سجاير واحد قاعد جنبه يبقى شرب له علبه سجاير في اليوم يعني خد بالك. فمش للدرجه هي انما المقصود بيها دايما ان احنا بواخدين ان في حاجه اسمها نيجاتيف سموكينج خطير جدا وبيؤدي الى نفس اللي بيحصل من السموكر. الانفكشن الحقيقه احنا عندنا الانفكشن ده في انواع كتيره من الفيرال للبكتيريا اللي هنتكلم عليهم بالتفاصيل. الدرينكينج الكحول هيفي طبعا درينكينج الكحول نفس الكلام. الجرد ده بقى نقطه بقت دلوقتي مهمه جدا 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 في حياتنا. وللاسف كانوا فاكرين ان جرد الريفلكس جاسترو اسوفيجيال ريفلكس ده ما يحصلش في الكبار. بطول ده رغم ان يحشوا وياكلوا كتير ومش عارف ايه واسيديتي وهايبر اسيديتي. انتوا عارفين فكره الجرد ببساطه ايه اللي بيحصل؟ هو اللي بيحصل ايه؟ ان انا عندي الاستومك لها كاباسيتي. انت لو مليت الاستومك دي اكتر من الكاباسيتي بتاعتها ايه اللي هيحصل؟ هي سوستر اسف يعني بتنط معاك. طب وهو الفالف اللي نازل ما بين اللي هو الكاردياك فالف اللي ما بين الاسوفيجس وما بين الاستومك رينج. طب انا لو وسعت الاستومك كده هيحصل الرينج ده يوسع. طب يوسع يعمل ايه؟ ده هو اهم حاجه يقفل عشان الحامض اللي هيتكون جوه الهايبر اسيد سكريشنز اللي جوه اللارينكس اللي جوه الاستومك هو اللي هينهضم بيه الاكل. هندمر الاكل بايه؟ ما هو لازم بالاسيديتي. فتخيل انت وسعت ده يبقى اللي هيطلع شويه حامض هيطلعوا. طب يروحوا فين؟ الحته اللي جوه حوالين الغول بتاع الاسوفيجاس يبتدي يحصل له يتحرق. اول ما هيتحرق الميوكاس ممبرين يبتدي يتحرق يبقى فايبروز. لما يتحرق ويبقى فايبروز يبقى مش هيعمل سوسته مش هيقفل. يبقى سيادتك كل ما ترجع تاكل بعد كده الحامض يطلع العمليه تزيد اكتر يخش بدل سب ميوكوزال يبقى في الماسلز لحد ما الدنيا تبهوى ونسميها هايت السيرنيا او ان هو يبقى العيان طول ما ياكل اي حاجه بسيطه بترد. ده تمن اللي اكل وملى معدته اكتر من ايه؟ من حجمها. وهو صغير كنا مبسوطين ان الولد ياكل اربع سندوتشات حاجه جميله خليه ياكل ويبقى راجل بياكل. طبعا بيعاني كل المصريين للاسف بتعاني بعد كده من الجرد. اللي احنا لقيناه بقى حاجه غريبه جدا اللي هي في خلال ال 10 15 سنه اللي فاتت كل الاحاديث بتتكلم على الاطفال ان عندهم جرد. يعني ده الغريب ان احنا كنا بنتكلم جرد ده على الكبار وتلاقي تقول ايه اصل بابايا انا فاكر كان طول النهار ياخد حاجات كده للحموضه وانا فاكر جدي كان دايما ياكل ادويه للحموضه مش عارف. لا ده مش باباك ولا جدك ده بقى الاطفال الصغيرين بقى عندهم جرد بردي جدا. الحقيقه الجرد من اسوأ ما يكون انه يبتدي الحامض يحصل وانت نايم. لما يبتدي وانت نايم ايه اللي هيحصل؟ شويه الحمض اللي يتحرك في الاسوفيجس كده يبتدي يوصل لحد فين؟ لحد اللارينكس. يجي على البوستير اند اوف ذا لارينكس الانتر اريتينويد اريا يعمل لها هايبرتروفي انفلاميشن وهايبريميا وتؤدي الى كرونيك لارنجايتس.
يبقى يا جماعه الاكيوت طبعا الارجيتس لما تتكرر كتير تعمل كرونيك. فحته الجيرد من ضمن الاسباب الرئيسيه في الارجيتس، فبقينا ناخد بالنا منها كويس قوي. وتبتدي طبعا دلوقتي ادويه حموضه للاطفال، استغربوا كتير قوي ازاي حموضه للاطفال، اه كلهم عندهم حموضه للاسف من كتر الفتق اللي احنا بنعمله في اولادنا. طبعا في بعض الاعمال اللي هم زي بتوع اهو اللي بتكلم بتاع الرخام واللي بيقطع مش عارف ايه الفيومز دي كلها، طبعا دي كلها بتيجي على اللارينكس وتعمل لنا لارنجايتس. ادي المنظر الوحش اللي احنا ما بنحبوش، ده اسمه الاكيوت ايبيجلوتايتس. احنا عندنا انواع كتيره من الاكيوت لارنجايتس، بس يمكن في انواع خطيره. الايبيجلوتايتس بيموت، ما بنلحقوش على فكره. ورمان الايبيجلوتس بيحصل في خلال ما بين ربع ساعه لثلث ساعه، يعني ممكن جدا على طفل تبتدي الحكايه على بال ما الام تاخد بالها وتلاقي الطفل مات سريع جدا كده. اه سريع جدا كده. ويتلحق بايه؟ ده يتلحق بحاجه بسيطه جدا، ده يعني ما هتشوفه بعد كده تريتمنت، ده شويه ادرينالين شويه كورتيزون كان ممكن قوي يفك ويعدي وبعدين اديله انتي بايوتكس بعد كده. لكن اللي بيحصل ايه؟ ان طب ما انا بدل ما اوصل للمرحله دي ما دام في عندي حاجه ممكن قبلها، طب ما انا ممكن الحقها كبرو ايه بروفيلاكسس. فيبقى احنا عاوزين نلحق الكلام ده، مش عاوزين نوصل له. الاكيوت لارنجايتس في الاطفال طبعا بتبقى خطيره جدا، لكن احنا بنتكلم ان جنرال كلارنجايتس. ممكن تلاقي جاي لك حد بهورسنس اوف فويس، وزي ما قلت المرادفين دايما للسيمتومز في اللارينكس يا هورسنس يا ايه يا سترايدر. في احساس في بالذات الريفلكس نقول عليه الهيمينج او الهوك. ايه دول؟ عباره عن تلاقي واحد بيضغط عامل ازاي هيمينج يقول لك انا حاسس بلغم ملزق، انا يا دكتور في حاجه كده في حشرجه، انا عندي بلغم ملزق، ما تدوني حاجات تسيح البلغم ده، انا من عندي مش هو ما عندوش بلغم ولا حاجه خالص. ده كله ده ايه؟ ريفلكس وكرونيك انفكشن، او ابتدى يبقى الاكيوت وبيقلب بعد كده الكرونيك في الانتر اريتنويد اريا نتيجه الريفلكس. فممكن قوي البرزنتيشن تبقى عندي على شكل دراي كاف، ممكن عن طريق اللي هو السنسيشن اوف تيكلينج او الراونس ان ذا ثروت. طبعا مايلد فيفر ده خلاص بقى دخل في الحاجات اللي احنا مش عاوزينها، اللي هو اللي زي الابيجلوتايتس والكلام ده اللي هنتكلم عليه. الاسباب طبعا عارفين الفيرال والبكتيريال والتروماتيك، وبتعمل ايديما ولارينجال اوبستراكشن. يعني يمكن البرسنت اوف ريدكشن اوف اير واي، بس اللي انا عايز اوريه ان بيحصل في النيونيت 75% تقفل، يعني تخيلوا قد ايه الشكل. السيمتومز اللي عندي معروفه الهورسنس، الويسبر لايك فويس، تلاقي العيان مش بقى هورسنس كمان، تلاقيه بيجي ايه يا دكتور انا سوري انا مش عارف، تلاقي ايه بكانه بيوشوشك، يعني الصوت ما بيطلعش بالفويس بتاعنا. ده اكتر حاجه ملحوظه ممكن تكون في الاكيوت لارنجايتس. في بعض الاوقات تلاقي بريكس وكراكس، يعني ايه؟ تلاقي الكلام يقف في الوسط يقطع، يعني واحد بيقطع يعني بالظبط كده. من ضمن الحاجات اللي بتلخبطنا قوي السنسيشن اوف لامبينس روت، على فكره دي فيري كومن في الفيميلز. ايه حكايه السنسيشن لامبينس روت برده بسرعه كده؟ احنا بنقول في حاجه اسمها جلوبس. ايه جلوبس ده؟ جلوبس هيستيريكاس ده، او بلاش هيستيريكاس عشان الناس بتزعل. جلوبس كتير قوي من الفيميلز بالذات لما يكون يخش لهم الهوس بتاع المالجنسي والخوف، ويكون حد قريبهم جاله سرطان او حاجه زي كده، تلاقي جايه لك تقول لك انا عندي سنسيشن اوف لامبينز روت، تقول لك انا في حاجه واقفه في زوري يا دكتور، انا كان بالظبط لقمه واقفه في الزور، عايز تطلع ولا عايز تنزل، وبتجيلي تبقى قاسيه جدا وحموت هتخنق. كل الحكايه ده سبازم، بيحصل سبازم في المنطقه كلها نتيجه السبكونشس من الوسوسه. التنشن هو اللي بيعمل القصه دي، فدي بيسبب لنا السنسيشن اوف لامبينز ثروت. من ضمن الاحساس ده بيلخبطنا اوقات بين الاكيوت لارنجايتس او يكون جلوبس اللي هو الفايبروز السبازم اللي موجود في الاسوفيجيال ماسلز. فنن بندي مصر لاكسنس، وطبعا اهم حاجه ايه غير المصر لاكسنس؟ ندي ايه؟ سيديشنز. ما هم دول كلهم تنشن، دول مجانين، معلش ده كتير قوي هتقابله بعد كده. هتعرفوا ان احنا بنشوف في العيادات يعني 40% ناس عيانه و60% ايه مجانين. لا لا يعني الجنان موجود في المجتمع على طول، يعني هتلاقي اغلب الناس اللي بتجي لك تشتكي حاجات مش موجوده، ده كتير قوي يعني. فلازم انت يعني ده البراكتس اللي احنا بنقول عليه يا جماعه، لازم يو جيت ذا براكتس من كتر ما تحضر وتسمع. ده هو ده العلم،
يعني مش التعليم كتاب وتحفظه خالص خالص، مش هيفيدك بحاجه خالص. عشان كده تلاقي واحد طالع الاول ممكن على الدفعه وتلاقيه في الاخر بيفتح عياده وبتتقفل، محدش بيروح له ولا حد هيسمع له، لان هو ما عندوش اي سنس اوف كلينيشن. فانما اللي عنده سنس اوف كلينيشن اللي هو عايز يسمع وعايز يتعلم وبيشوف العيان وبيقيمه وبيفكر وبيطبق الكلام اللي بيسمعه، وزي ما قلت هو عباره عن تراكمات تراكمات تراكمات. انت سمعت هنا كلمه وسمعت هنا كلمه وسمعت هنا كلمه، بقت عندك انت التراكم ده، هو اللي بيخلق الدكتور الشاطر. الدياجنوزيس في اللارنجايتس الحقيقه اول ما تيجي في بالنا على طول هنقول نعمل ايه؟ نبص بايه؟ بالمنظار. لا مش حقيقي، الهيستوري هنا مهم جدا. يعني انت ممكن ما تحتاجش خالص انك تبص، يعني واحد عنده هورسنس وكان عنده فيرال انفكشن، عنده راني نوز وجاي النهارده طب ما ده اوتوماتيك انا هبص على ايه؟ هلاقي هايبريميا في اللارينكس، هو ده اللي هيفيدني. يعني انت اوتوماتيك هيكون هو ده، فمش محتاج ده هيستوري فيري كلير. فمش دايما ان انت هتحتاج تعمل دايركت. وده الكلام اللي احنا بنقوله يا جماعه، الكلينيشن الكويس الشاطر اللي هو مش كل حاجة يعني بيقول بيسمع كتاب، يعني ازاي ان انا استفيد بالمعلومة اللي عندي، ان ده مؤكد يطلع كذا وده مؤكد كذا، مش محتاج ان انا زي الشمس مثلا طلع برة منورة، فانا لما طلعتش برة وشفت الشمس لكن الدنيا منورة، يبقى الشمس موجودة ولا مش موجودة؟ اكيد موجودة يعني، صح ولا لا؟ فهذا نفس الكلام، يعني مش لازم اعمل دايركت لارنجوسكوبي ان افري كيس. وتعرف دايركت لارنجوسكوبي في الاطفال يعني ايه؟ تخيل، مش جنرال، احنا بندي كلور هيدريت يعني شرب، حاجه شرب والعيال بتبص عليه بينومه، يعني ما بنبنجوش طبعا. لارينجوسكوب زي ما اتكلمنا، بس مش لازم في كل حاله. ده المنظر اللي ممكن تشوفه في اللارينجوسكوب، هتلاقي فيه ابتدى إديمة اوف ذا فوكال كورس كلها محمره، كل الفوكال كورس ابتدت تحمر وابتدى يحصل هايبرتروفي، وده التشخيص للارينجايتس. وبقينا نقول دايما يعني حاول ميديكال تريتمنت 3 ويكس قبل ما تبتدي تفكر انك تبص بالمنظار. مش كل حاله هتبص لها كده، يعني ادي تريتمنت. التريتمنت ده هتقول لي ده ازاي امبيريكال تريتمنت؟ امبيريكال بنقصد بيه ان انت بتحط التريتمنت بناء على الايه؟ على الهيستوري. مش كل الحالات ان انت لازم تدي التريتمنت بناء على ان انت شفت بعينك، انت توقعت كذا، لو اتحسن يبقى ملوش لازمه ان انا اعمل الاندوسكوب. طبعا في بعض الحالات باخد بايوبسي لو انا شاكك ان يكون السبب مش انفكشن ويكون تيومرز. التايبس اوف لارنجايتس الحقيقه، وده اللي بقى التركيز عليه، ان عندنا السؤال بتاعي فاكرين في الاول لما قلنا ايه؟ قلنا وات از ذا كومنست كوز ان ستريدر ان تشيلدرن، ان عندنا الاكيوت ده نون سبيسيفيك او سبيسيفيك. السبيسيفيك الحقيقه دول نادر قوي، اللي هو الدفتيريا بتاع زمان اللي فاكرين الممبرين، وما اعرفش شفتوا فيلم بتاع فاتن حمامه اللي كانت تقعد تشفط السكريشنز بتاعت الممبرين السودو ممبرين اللي على اللارينكس اللي بنتها، طبعا يجي لها هي دفتيريا وتموت مش مهم، بس عشان خاطر بنتها يعني الحاجات دي الكبيره دي. فده كان يعني كان بيحصل في الدفتيريا. النون سبيسيفيك هو اللي كومن، هو اللي موجود كتير قوي. ايه النون سبيسيفيك بقى عندنا؟ عندنا في الاكيوت نون سبيسيفيك، وده اللي فيري كومن في البرد والانفلونزا والحاجات الفيرال. وعندنا الابيجلوتايتس اللي هو بيبقى سريع جدا، وده غالبا بكتيريا اللي مش فيرال، وتلاقي على طول الابيجلوتس بيورم ويروح قافل اللارينكس. اول حاجه الاخيره لارينجو تراكيو برونكايتس، اللي هو على فكره كل دول هم اكيوت ايه؟ نون سبيسيفيك لارينجايتس. يعني كل المجموعه دي اسمها اكيوت نون سبيسيفيك لارينجايتس، هي حاجه واحده، بس الفرق ايه؟ هنا لما كان الفيرال هو السبب، هنا لما يكون بكتيريا هي السبب، هنا لما يكون سايت اوف انفكشن تحت شويه نزل لتحت على البرونكاي والتراكيه وابتدى العيان يكح ويبقى عنده تشيست انفكشن. فدي اسباب الاكيوت، وده الديفينيشن بتاع الاكيوت نفسه، ان هو حط في بالك 3 ويكس دايما، حط في بالك اكيوت عشان تشخصها ان فعلا بقى لنا 3 اسابيع وما زال موجود. فوق 3 اسابيع خلاص بقى كرونيك، يعني خلاص دخلنا بقى في قصه ان هو الله ده في مشكله ثانيه. الفيرال انفكشن انواع الفيروس كتيره قوي، طبعا عارفين الادينو فيروس اللي هو بتاع كومن كولد، ريسبيراتوري سيستيتيا الفيروس بتاع الانفلونزا، البارا انفلونزا، ممكن كل دي فيروس انفكشن تؤدي الى الفيرال دايما له صفات معينه، عشان كده تستغرب والدكتور بيقول ده ابني عنده التهاب فيروسي. هو ايه يعني؟ دخل عمله تحليل يعني عرف منين انه فيروسي مش بكتيريا؟ ده ايه الدكتور الحمار ده؟ لا هو فعلا كده. انت بص هتلاقي ايه؟ في مانيفيستيشنز تؤكد ده فيروس. ايه هو؟ انك تلاقي مثلا لو جريد فيفر، فتيج، تلاقي جسمه مكسر، طفل همدان، مش ده الطفل بتاعي. تلاقي ان دايما الجنرال بودي اكس دايما بيشتكي من وجع، هو عمره ما كان بيشتكي من وجع.
بيكح لانه ايه فايرال بيبقى واخد كل الابر ريسبيرتوري اكت فتلاقيه بيكحكح عنده رشح الهورسنس سور ثروت سور بيوجعه مع دايما احساسه بريقه ناشف عايز يشرب ده يبقى غالبا فايرال انفكشن ودايما ده المانيفيستيشنز بتاعته اللي احنا كنا قلناها قبل كده بالتفاصيل دي الهاسكي هاي بيتشد فويس انما البكتيريا بقى ايه البكتيريا بيفرق في ايه ان فيفر عاليه فيفر مش لو جريد فيفر فيفر 38 40 تلاقي فيفر حراره عاليه قوي بينفول سوالوينج مش مجرد ديسكومفورت ان ذا ثروت لا بينفول زوره بيوجعه الم الكاف والهورسز طبعا موجودين عشان اللارنجايتس فده الفرق بين البكتيريا وما بين الفيرال يبقى انا ببساطه قوي لما الطفل جاي لي انا قدرت افرق كلينيكال مش لازم اعمل له تحليل عشان اقول ده فيرال ولا بكتيريا الله ده في ممكن حاجه ثالثه في ممكن يبقى الرجيك مش بس فيرال وبكتيريا ده ممكن الرجيك الالرجيك بقى طبعا له لا في فيفر خالص لا لو جريد ولا هاي جريد ولا اي حاجه خالص وان هو فيلينج اوف دراي ثروت الكاف الايتش طبعا سنسيشن بسنيزنج العطس والرشح اي حساسيه عطس ورشح واكلان وعايز يهرش في مناخيره ويهرش في عينيه وتلاقي الايه المانيفيستيشنز بتاعه الالرجي بقت واضحه ويمكن اكتر حاجه بتخوفنا هو الانجينيوروتيك إديمة اللي هي بتورم قوي حته السبجلوتيك وتقفل وتخلي العيان يحصل له استرايدور بس غالبا تلاقي عنده بوتش في جلده حمراء ممكن تلاقي كان عنده هيستوري برونكيال ازمة هيستوري دايما الرجيك رينايتس عنده بوليباي في مناخيره دايما عنده بيحك في مناخيره عنده حاجات الالرجي اللي بتتكلم عليها زي السالو اللي هو بيبقى عندك سوبرا نيزل تيب تلاقي عباره عن حته جروف كده ده نتيجه ما عمال طول النهار يهرش في مناخيره كده فتلاقي حته كده كريز معروفه تلاقي بافنس هاله سودة تحت عينيه من الالرجي الميه مجمعه تحت عينه كل دي مواصفات الالرجي فممكن العيان وانت شايفه كده تقول ده الرجي ما هوش انفكشن لا فايرال ولا بكتيريا طب العلاج ايه ازاي نعالج الكلام ده طبعا اولا احنا ممكن نتجنب الحاجات دي يعني اللي عنده برد ما تستناش لحد ما يجيله الانجايتس اللي عنده انفلونزا ما تاخد بالك يا اخي اللي عنده بكتيريا ما تسيبوش لحد ما عنده سور ثروت وحراره وبتاع ما تسيبوش لحد ما يخش ابيجلوتايتس ما هو ده اللي ممكن تديله انجكشن انتي بايوتكس امال انت هتدي انجكشن هتدي انت على لما يكون خلاص دخل في الارنجايتس فهنا مهم الديفرنشال دياجنوزيس طبعا لازم نفرقه عن الريفلكس اوسوفاجايتس اللي اتكلمنا عليه والالرجيك لارنجايتس وسبازموديك ديسفونيا سبازموديك ديسفونيا على فكره بنتكلم عليها في كتب كتير قوي ويمكن ما تاخدوش بالكم منها هو اللي بيحصل ايه الفوكال كورز اوقات يحصل فيها مشكله ممكن تيومر غيره ما تخلاش الفوكال كورد يتحرك ممكن باراليسيس تلاقي الاجزاء السوبرا جلوتيك اريا الفولس فوكال كورد تتحرك زياده وتعمل عندنا تخيل تشتغل بدل اللارينكس وبالتالي عنده هورسنس واللي بيشتغل عندك مش الفوكال كورس ده الفولس فوكال كورس نتيجه الفوكال كورس فيه مشكله فتلاقي العيان بيتكلم لكن عنده مشكله اخرى في حته ثانيه البيدياتريك كونسيرنز اللي احنا اتكلمنا عليها الاطفال بيختلفوا عن الكبار وزي ما قلت انهم ليه لان اللارينكس بتاعتهم بتفرق انها فلابي لاك اوف فيرم كارتلاجينس سكيلتون الجلوتس ابيرتشر صغير الميوكوزا سويلز rapidly is very easy الميكوزا انها تورم فبالتالي الاسترايدور is the most noticeable presentation فبالتالي بيحصل في الاطفال البيدياتريك ايه epiglottitis very common لانها ليه لان الإديمة سهلة او في الابيجلوتس سن الطفل بيكون من سنتين لاربع سنين خد بالك من الحتة دي ان احنا قلنا غالبا بيكون rapid onset ساعتين لست ساعات بالكتير تلاقي العيان دخل في اختناق ودايما احنا قلنا ايه لو بكتيريا يبقى ايه الحاجات بتاعتنا fever sore throat فيفر 38 40 وسور ثروت وبيشتكي من وجع ودراينس اوف ذا ثروت لكن ما بيكحش ولا هو عنده رشح ولا هو عنده لو جريد ولا الفيرال مختلف تمام بيسموا الصمب ساين في الاشعه من الابيجلوتايتس لو بصيت في الاشعه في اللاترال فيو تلاقي حته كده موجود عليها السهم دي طبعا مش عارف النهارده البتاع مش باين قوي انما بتلاقي حته ورمانه ده الابيجلوتس الورمان اللي هو بيبقى بالظبط سام ساين يعني زي ما يكون ان صباع هو اللي قافل اللارينكس فيبان في اللاترال نيك اكس راي اللي هو نقدر نعرف منه الابيجلوتايتس ودي اسباب الكوزتيف اورجانيزمز والسيمتومز ودي جنرال سيمتومز والدياجنوزس بتاعه التريتمنت عندي على فكره دايما نقول ايه التريتمنت فيه تريتمنت اساسي وتريتمنت مساعد دايما في اي حته هتلاقي دايما انت لو قسمت اي تريتمنت في الدنيا لازم تحط الحاجتين دول ان في عندي حاجات ادويه ديفينيتيف تريتمنت وفي حاجات مساعده كتيره الديفينيتيف تريتمنت طبعا عندي هنا هيكون الانتي بايوتكس اذا كان بكتيريال انفكشن
انما في عندي بقى حاجات اخرى كثيره جدا اهمها الريست اوف فويس على قدر الامكان. يعني كيس ريبورت مش مهم قوي. انهيلد هوميديفايد ماتيريال بتسمعوا كتير قوي حاجه اسمها تنكشر بنزويت كول. ايه تنكشر بنزويت كول؟ اللي هي صبغه الجاوي. صبغه الجاوي دي صبغه اكتشفوا ان انت لو حطيتها في ميه سخنه وطلعت الفيومز بتاعتها بتعمل ريلاكسيشن للانس. كل القديمه في الانس بتفك في خلال دقيقه او دقيقتين. فمجرد تجيب كوبايه وتحط فيها ميه مغليه، تحط معلقه من صبغه الجاوي دي اللي هي تنكشر بنزويت كو او الريبابوزول المواد الجاهزه، وتقلبها كويس قوي، تقريحه نفاذه طالعه قوي. طبعا الكوبايه دي هتبوظ لانها هتسيب لونها اصفر، مش هتطلع الصبغه تاني، صبغه صبغه. بس لما تقربها للطفل كده ويتنفس منها، او حتى الكبار اللي عندهم لارنجايتس، تلاقي بعديها بدقيقتين ثلاثه يقول لك انا خفيت. هو ما خفش، دي حاجه مؤقته، ريجريسيف قديمه بشكل فظيع، وتلاقي على طول ابتدى صوته يطلع وابتدى يتحسن. فدي من الحاجات السريعه اللي ممكن نعملها اهو. ده مش ديفينيتيف تريتمنت، ده حاجه مساعده. فالهوميديفايد اير وبالذات لو كان نستخدم معاه تنكشر بنزويت، الريست اوف فويس زي ما قلنا، او سبيك على قد ما يقدر، سبيك سوفت، مش لازم لافلي، ممكن بس سبيك سوفت يكفي قوي ان هو يقلل المجهود بتاعه. ممكن بعض الاطفال عندهم كاف، نديهم كاف سبريسنت، وطبعا لو في سموكينج او محتاج فلويد انتيكس، كل دي حاجات مساعده. انما في بعض الناس بتدي كورتيكوسترويدز. كورتيكوسترويدز ده ذا بيجست انتي انفلاماتوري عندنا. فلما تلاقي ايديما وريزيستنت معاك ممكن تديه، بس هيبقى عندك مشكله. لو اديت كميه كبيره من الكورتيزون هيبقى عندك مشكله ان الانفكشن ممكن يزيد. فبالتالي لو انت بتدي له انتي بايوتكس ممكن تقع في مشكله الايه، ان انت ريزيستنت للايه، للانتي بايوتكس. فبالتالي لازم بتوازن ما بين الاثنين. هل انا ممكن ادي انتي انفلاماتوري ما فيهوش كورتيزون واشوف الاستجابه الاول؟ لو ما فيش اقدر اخش على مرحله الكورتيزون. الفويس ثيرابي طبعا معروف استخداماته، هنتكلم عليه بالتفاصيل في كرونيك لارنجايتس. ايه بقى كرونيك لارنجايتس؟ ان انت حاله اتثابت ما اتعالجتش كويس، ريكرنت، فاتقلب الى كرونيك. طب الكرونيك دي عباره عن ايه؟ احنا قلنا اكتر من 3 اسابيع ما اتعالجش، عنده نفس السيمتومز والساينز بتاعت الاكيوت، ولكن بقت مزمنه. انواع الكرونيك لارنجايتس ده الكلام المهم، ان برضه نان سبيسيفيك وسبيسيفيك، بس هنا بقى تفرق كتير قوي. شوف احنا قلنا السبيسيفيك في الاكيوت قلنا ايه؟ ديفتيريا ومش مهمه وكلام من ده. هنا بقى السبيسيفيك بقت مهمه قوي، لانها حاجه اسمها جرانيلومز، مجموعه الجرانيلومز كلها ممكن تحصل في اللارينكس، زي بتحصل في النوز بتحصل في اللارينكس، عشان كده دايما اغلبها نيزو تراكيال او نيزو لارنجيال. انما النان سبيسيفيك بنقسمهم لهايبرتروفيك واتروفيك. هايبرتروفيك واتروفيك، والهايبرتروفيك ده ممكن يبقى ديفيوز كله هايبرتروفايد في كل منطقه اللارينكس، او لوكالايزد ويعمل النوديول والفوكال بوليب والكلام ده. فعندنا دي انواع الكرونيك. يبقى عندنا في نون سبيسيفيك وسبيسيفيك. النون سبيسيفيك بنقسمها الى ديفيوز ولوكالايزد هايبرتروفيك لارنجايتس او اتروفيك لارنجايتس. السبيسيفيك هم مجموعه الجرانيولومز، ودول اشهرهم راينوسكليروما طبعا، او بسميها راينولارينجوسكليروما لان خلاص بقت في اللارينكس، او السيفليس والتيبي والليبروزي والفانجل. الفانجل في اللارينكس مهم جدا وهنتكلم عليه بالتفاصيل. على فكره الفانجل ما كناش نعرفه في مصر كتير قوي، لما قلنا الوافدين من اليمن عندنا كميه فانجل لارنجايتس بقت عاليه جدا، وللاسف انتشرت في المصريين من اليمنيين، يعني من اتنقلت من اليمنيين على المصريين، وبقى عندنا فانجل لارنجايتس ما كانش موجود في مصر الحقيقه قبل كده. طبعا في الانفكشوس والنون انفكشوس كوزس والكلام ده يعني تقريبا مكرر. هنبتدي نتكلم على الحاله حاله بقى. لوكالايزد هايبرتروفيك لارنجايتس، ايه هو اللوكالايزد هايبرتروفيك لارنجايتس؟ يعني ايه لوكالايزد ويعني ايه هايبرتروفيك؟ ان هو يبتدي يحصل ديس اوردرز، يتكون عندي بوليب او سينجرز نود. ايه سينجرز نودز دي؟ على فكره الفوكال كورز لما تخبط في بعض، هو الفوكال كورد كله عباره عن ممبرين؟ لا، ده عباره عن في الفوكال بروسيس بتاعت الاريتينويد يشكل تلت الفوكال كورد، وتلتين الفوكال كورد عباره عن سوفت تيشو اللي هو عباره عن الليجامنت نفسه وعليه الميوكس ممبرين. يبقى عندي جزء قوي غضروف وجزء ايه؟ ضعيف اللي هو الليجامنت. هنخبط دول في بعض. طب الخبطه هتيجي فين؟ في نص الحته السوفت. يعني الخبطه الاكثر هتبقى في سوفت، يبقى ده انهي حته؟ يبقى ده التلت الاولاني اللي فوق. يبقى نقدر نقول ان اي نوديول او اي سينجلز نود هتتكون فين؟
ما بين الناحيتين، اولا لازم الناحيتين بيخبطوا في بعض، يبقى لازم الناحيتين عشان الديول سينجلز نوت، يبقى لازم ناحيتين. والنتوء ده بيظهر ليه؟ ليه نتوء؟ الحته دي اكتر حته هيحصل فيها احتكاك، فيها خبط، لانها هي الحته السوفت، نص السوفت. يبقى التلت الاولاني ده يعني معناه ايه؟ الايه اذا موست موفابل بارت اوف ذا فوكال كورد. طب لما يحصل ايه؟ يخبطوا في بعض، يحصل سبميوكوزال إديمة. سبميوكوزال إديمة أورجانيزد وتتحول إلى حاجة تزق بقى الميوكس ممبرين وتعلى وتدينا نوديول أو حتة بارزة ونسميها الفوكال نوديول أو السينجلز نود. ده المنظر بتاعها الفوكال نوديول بالظبط عند الجنكشن بين أنتيريور ثيرد أند بوستيريور تو ثيرد. يبقى وات إز ذا سايت أوف ذا فوكال نوديول أو السينجلز نود؟ ده برضه سؤال فيري كومن بنسأله. ذا سايت أوف ذا فوكال نوديول أو السينجلز نود at the junction between anterior third and posterior two third of the vocal cords, which is the most movable part of the vocal cord. اللي هيحصل فيه التروما لما الابيوزف فويس بنزعق ونستخدم صوتنا ازيد من اللازم، او استخدام الفترات طويله من غير لوبريكانت، يعني من غير سوائل دافيه، من غير ميوكس ممبرين، واحد ريقه ناشف، بالتالي هيحصل على طول الفوكال نوديول. امال الفوكال بوليب ايه الفرق بين الفوكال نوديول والبوليب؟ الاثنين localized hypertrophic laryngitis. طيب مش معنى دي حاجة ودي حاجة؟ اتفقنا خلاص على singles note سببها ايه وبتيجي فين وبتعمل ايه، انما ما تيجي تشوف الفوكال كورد بوليب تلاقي انها سببها ممكن infection، ممكن reaction، اسباب تانية خالص، ممكن physical، ممكن smoking. يحصل ناحية واحدة، والناحية واحدة دي تفضل تكبر كبيرة في الحجم جدا، ممكن تلاقي المنظر بالشكل ده. على فكره المنظر اللي بالشكل ده خطورته في ايه؟ اما تيجي تبص على البوليب ده اوقات دي خداعه جدا، لان ده اوقات تيجي تعمل منظار للعيان. خدوا بالكم البوليب طالع من الاندر سيرفيس اوف ذا فوكال كور. العيان يقول اه ما تلاقيش بوليب، مش حاجه خالص، تقول له انت جاي تدلع، ما عندكش حاجه خالص، ده الليرك سليم اهي، ما هو المنظار هو صورها لك اهي سليم. لكن نيجي نقول للعيان يقول ايه؟ ها ها، خليه يعمل كده، تلاقي البوليب راح طالع لك من فوق وتطلع كبيره قد كده، وممكن توصل حجمها كبير لدرجه تخنق العيان واحنا فاكرين ان ما عندوش حاجه. فده باختصار البوليب، ودايما بتطلع من الاندر سيرفيس اوف ذا فوكال كورد. صحيح مش عارفين ليه، يعني لحد دلوقتي مش عارفين سبب واضح اشمعنى الاندر سيرفيس اوف ذا فوكال كورد. يمكن ده المنطقه المحميه اللي بيحصل فيها رياكشن او الانفكشن بيكون عادي فيها. طبعا السيمتومز قريبين من بعض قوي والدياجنوز قريبين من بعض، ولكن الفرق طبعا في الشكل والمكان. التريتمنت هل في كل حالة من دول لازم أعمل جراحة وأشيل مايكرو لارينجو سيرجي أو أعمل ليزر ريموفل؟ لو سموكينج أعمل إيه؟ لو إيه؟ سمول سمول إيه؟ مين فيهم؟ طب والبوليب؟ ليه لازم تتشال البوليب؟ تعمل إيه يعني؟ إيه المشكلة؟ وإيه كمان؟ ما كلهم هيعملوا هورسنس. ها يا جماعه اهم حاجه بقى عايز بعد يقولها، ها طب بخفتش الايه وبعدين ها شدوا يا جماعه بري كانسرز. طبعا اي سنجل ماس موجوده في الداركس از بري كانسرز يا جماعه. ما تقلقش انك لو سبت الفوكال بوليب لمده 10 15 سنه هتقول له دي بناين بناين بناين، لازم هتقلب بعد كده الى مليج. ليه ليه لازم هتقلب مليجنان؟ ليه؟ لان هيحصل ايه؟ فريكشن. مش هيحصل فريكشن حواليها، لازم ميوكس ممبرين بتاعها هيتغير، يبقى سكويوس ابيثيليوم اتيبيا ويخش في التيومرز. فبالتالي احنا بناخد قاعده الفوكال نوديولز اللي هي سينجرز نودز، لو هي صغيره فعلا زي ما الدكتوره قالت ان احنا ممكن قوي نعمل فويس ثيرابي. الفويس ثيرابي بيجيب نتائج كويسه جدا في الحالات دي. لو كبرت شويه او بقت فايبروزد، يعني خلاص بقت ريزيستنت للفوكال ثيرابي، بضطر ان انا اشيلها، ويفضل تشيلها بالليزر علشان فيري تايني ريموفال. انت بتشيل على فكره لو جرحت الفوكال ليجامنت هيبقى العيان عنده هورسنس بيرمننت، لكن انت بتشيل فين؟ في الميوكس ممبرين بتاع الفوكال فولد. يعني بقطع بشد كده النوديول واقطع على قد
الايه الميوكس اللي بيتحرك معايا الميوكس ممبرين. لكن لو انت كده رحت ماسك هبشه محترمه ورحت واخد معاها الليجامنت وقطعت, انت كده عورت الليجامنت, هيحصل فايبروزيس وادهيجنز وهيحصل معاك هورسنس بيرمننت مش هيتحسن. فمهم قوي ان انت لما تيجي تعمل كده الكلام ده يكون يفضل الليزر او المايكرو ليجو سيرجري الفيري سوبرفيشال, ويكون اللي بيعمل الكلام ده يكون عنده لباقه كويسه. الليوكوبليكيا دي من ضمن الحاجات برضو البري ماليجنانت اللي هي تغيير لون حته كده في الميوكاس ممبرين, الاقيه في الميوكال فولد اتغير. ده اكتر ناس طبعا موجود فيها مين اقلق قوي لو حد ايه سموكر على طول, ده معناه على طول. طب انا عارفين اعالجه ازاي, ايه العلاج؟ ستريبنج. يعني ايه ستريبنج للفوكال كورس؟ طب ليه نقشره كويس؟ طب انا كنت اشيل على قدها, اجي على قد الحته الليكوبليكيا دي اللي انا شايفها دي واروح شايلها كده اقشرها على قدها بالظبط كده. احنا عندنا في حاجه اسمها مالتيبل برايمري في اللارينكس, ده مأساة من ضمن الحاجات المأساة عندنا على فكره. دي غريبه جدا, عيانين كتير قوي تلاقي كانسر لارينكس وبعد ما حضرتك تشيل التيومر واتيفر شيلته ازاي يعني بليزر او غيره او واتيفر تلاقي طلع في حته تانية في اللارينكس. الله ازاي ما في جسم الانسان ما يحصلش كده؟ يعني ما يطلع تيومر ما يطلع تيومر, لكن مالتيبل برايمري اه لارينكس ليه تتخيلوا انها كده؟ ما هو السموكينج اصله بيفرش, انت زي اللي هيحصل هنا هيحصل هنا, فالسبب واحد. فبالتالي وسموكينج سموكينج سموكينج سموكينج, فالبري مالجنانت از سموكينج غالبا طبعا غير الكحول يعني برضو من الحاجات اللي ممكن تتسبب في الكلمه دي. على فكره حاجه بقى اخيره, راينكس إديمة هو كويس ان هو قال كده لان ده must mention to be condemned, ما يتعملش ابدا. ليه؟ يا ريت طبعا انت هتقلب البري مالجنانت الى مالجنانت, وجاست ان انت اديته راديو ثيرابي انت بتعمل ايه؟ انت بتزود الاتيبيا وبتزود الرياكشن, فبالتالي كونترا انديكيتد ان استخدم راديو. اما يبقى كانسر لارينكس وتي 1 او حتى تي زيرو ممكن ان انت تشيله بال وتاخد راديو ثيرابي بس بقى كانسر. لكن انت لما يكون بري كانسرس اوعى تلبس الراديو ثيرابي لان هي اللي الى كانسرس على طول. ايه حكايه الراينكس إديمة يا جماعه؟ دي بسرعه كده اخر حاجه, الراينكس إديمة دي حاجه بتورم الاحبال الصوتيه, تبقى سببها فانجل, سببها ابيوز اوف فويس, تلاقي الفوكال كورد عامل زي السوسج, نقول عليه عامل زي السجق, الفوكال كورد تلاقيه مورم كده. وحتى في علاجه لما نيجي نفتحه يطلع ميه, يعني نيجي لو عاطين انسيجنز كده الفوكال كورس لا تطلع ميه وتقفل بعد كده تبقى كويسه. بس مهم قوي ان انت الاسباب بتاعتها طبعا تضيعه, وعايز كميه هيفي دوزز اوف كورتيزون بالهبل. والحقيقه الراينكس دي ما بتجنننا لانها بترجع كتير قوي, نقعد نحقن ونحقن مواد تبقى سكلروزنج, وممكن نحقن كورتيزون علشان نقلل فرصه الراينكس إديمة. بس العيان اللي عنده استعداد للراينكس إديمة متكرره ومن اصعب الحاجات في علاجها الحقيقه. ايه حته الماس اللي ورا دي؟ حد يعرف دي؟ شايفين على الرايت فوكال كورد, شايفين البوستيريو اند على الارتينويد في حاجه كده جرانيوليشن طالعه صح؟ ايوه ايوه ايوه. مين بيقول؟ مين؟ زعقي خفه زعقي يا انتيوبيشن جرانيولوم, هي اسمها كده انتيوبيشن جرانيولوم. دي على فكره من الجرانيولومز دي سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ ما جرانيولوما احنا قلنا جرانيولوما سبيسيفيك, دي سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ نون سبيسيفيك. دي نتيجه الانبوبه البنج في الناس اللي بتولد قيصريه عشان اريحكم. طب اشمعنى الناس اللي بيولدوا قيصريه يعني بنجوم يحصل الكلام ده؟ طب ايه اللي يحصل في لايت انستيزي؟ فريكشن ما بين التيوب وما بين الفوكال كورز, ان العيان مش بيتبنج 100%, بيدوا له لايت انستيزا عشان يساعده في الولاده, فللاسف ان بيروح على الفوكال كورز. واوقات ما بيبقاش ده السبب, اوقات السبب ان انا بحط تيوب تخينه شويه, يعني انا الدكتور بيتوقع الست دي هتاخد بوه 9 واروح انا حاطط 9 تطلع 9 دي كبيره عليها, دي اللارنكس بتاعها رفيعه قد كده يعني واخد بالك, فتبقى دي داخله شحط. فعشان كده دايما نقول ايه, انزل باندر اندر سايز هاف, يعني انت متوقع 9 حط 8.5, متوقع 8 حط 7.5, دايما معروفه كده عند التخدير ان يحاولوا دايما هاف عن اللي انت مقدره. بياخد وقت طويل ده لدرجه ان احنا بنشوف حالات بعد 20 سنه, تخيل
يعني طبعا الغالبيه يعني في خلال السنه الاولى او السنتين، لكن في حالات بتقعد مده طويله جدا رياكشن يبقى صغير قوي ويقعد يكبر يكبر يكبر. انا شلت الواحده لسه كانت والده وللاسف طبعا كانت لسه طالعه من الولاده بقى لها شهرين ثلاثه، وكان جاي لنا بالانتوبيشن جانيلوما حجمها قد البيضه، تخيل كبرت قد ايه لدرجه اتخنقت، يعني ما كناش عارفين نبدلها اصلا نحط تيوب علشان، ولدرجه ان احنا عملنا تراكيوسمي. يعني تخيل انت من حجم بتبقى سريعه قوي والجرانيوليشنز كتير قوي نتيجه التروما، غالبا هي الحكه بتاعه التيوب، ممكن وهي داخله يعني مش شرط ان بس وهي محطوطه، ممكن وهي داخله التيوب نفسها بتحك، تكون ديفيكالت انتيوبيشن وارده. انا بس حبيت ايه افكركم بالحاجات دي. ده منظر الفوكال نوديول او البوليب وهي بتتشال بالمايكرو لارينجو سيرجري. بصوا في النهايه لما بتتشال بيبقى انا شلت ده اللي انا عايز اشوفه اخر صوره دي، بصوا على اخر صوره دي، بصوا هنا منظر اللي بعد الشيل فيه ايه، تلاقي ان انت شايل الميوكاس ممبرين ما بتشيلش الليجامنت، مهم قوي. فدي بنقعد ننبه قوي على الدكاتره يا جماعه اوعى تمسك الجريب بالفورسبس جامده، الدكتور ما مصدق لقى البوليب يروح ماسك فيها يروح واخد معاها الايه الليجامنت. طب يطمن ازاي؟ تشد تشد قوي، تقعد تشد كده تلاقي بتطلع معاك، لو ما اتحركتش معاك البوليب قوي وبعدت عنك يبقى انت ماسك في ليجامنت. فارجع يعني دي حاجات جراحيه، لكن يعني دي الانتباشن جرانيلوما انتيرير وديرير تطلع دايما ورا، دي منظر الرينكسيما، ده ليزر جرانيلوما باستخدام الليزر، يعني ده الفانجل انفكشن. حابب بس اوريكم ايه الصور، يعني مش هخش بقى في تريتمنت والفويس ثيرابي كتير، انا هكتفي بالقدر ده لان انتوا اكيد تلجتوا ما اعرفش المدرج كمان هنا اكيد احنا في السكيمو وما افتكروا ان احنا في السكيمو معلش. فاشكركم جدا ونتمنى دايما نشوفكم على خير، ولو في حد له اسئله اتفضلوا، في حد يحب يسال على اي حاجه. أشكركم يا جماعة، شكرا. تفضل.